حلو قوي المكان اللي انت جبنا نقعد فيه ده يا كيمو. ده اقل مكان عندي يا ابني. اه نغير المود. انت مش ناوي تسمعنا حاجه بقى ولا ايه؟ عايز اسمع حاجه؟ ارجوك. انا هبقى الريس. ايه؟ اه انا هبقى الريس. هفضل طول المده كويس. لا عمري هيس ولا اكذب واميس ولا اسرق وابجح وافضل متيس. ولا اسيب وزيري في شعبي يكيس. لا هبقى الريس. مش هسمح لضميري يسوس ولا اكل شعبي اكل ملوث. ولا اسجن صحفي عارض رايي واترخم الحق وادلس. لا هبقى الريس. لا طفي الشاب ولا جوع قلب ولا خلي الشعب جعان ومفلس. اه لا هبقى الريس يا كيمو. يا رب يا اخوي عشان ابقى انا صاحب الريس. لا بس حلو قال شعرك قوي والله فنان. ربنا يكرمك يا معلم. هو انت حقيقي فكرت يوم تبقى الريس؟ حتى لو فكرت انا واللي زيي ما نقدرش نعمل كده. ليه يعني؟ ما انتوا مصريين ومعاكوا رقم قومي، ايه المانع يعني؟ من حقكم ترشحوا نفسكم في الانتخابات. اه بس مش هي دي المواصفات. مواصفات؟ امال ايه هي المواصفات؟ المواصفات يا كيمو انك تبقى فوق السبعين، تصبغ شعرك، من اهل الثقه او من المحاسيب. يا سلام، يعني هو قانون اللي يحكم مصر يبقى فوق السبعين؟ ما العالم كله عايش يا عم مش كده خالص. هو مش قانون يا كيمو، بس مصر دي بلد قديمه، فلازم اللي يحكمها يبقى ناس اوادم زيها، ولا ايه؟ لا بس يالا انت والله شعرك حلو قوي. انا بفكر الحنه. وانت بتعرف تلحن؟ يعني هي هوايه بس من النهارده نويت استغلها في النضال الثوري. شفت نفسي انا وانت زي نجم والشيخ امام بنخوض بالشعر والموسيقى حركه ثوريه تكسر الدنيا. واحد الله يا جدع في ايه؟ اهدى. معلش انفعلت. بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح عندي في البيت ستاف في ثوري هيطلع كل الوطنيه اللي جوانا. انت تاني؟ يلا بينا. يلا. المبالغ الكبيرة دي هي اللي بتربي معاه، انما الملايين بقى الصغيرة دي بتلخبطه. وبعدين يا راجل هي دي فلوس؟ ده ما يجيبوش كارتين شعر. استغفر الله العظيم. طب بعدين هدبر المبلغ ده منين؟ ايوه امي مينا. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه اتفضلي. معلش يا اختي اصل انا مستعجله. دول 2000 جنيه بتوع الجمعيه بتاع ديسي وامه. يبقى كده يا اختي وصلك مني 10000 جنيه صح؟ صح يا حبيبتي. كل شهر وانت طيبه. انت طيبه ربنا يخليكم ما يحرمنيش منك ابدا. الله يكرمك. السلام بقى. طب اقعدي شابي حاجه. معلش يا اختي اصل انا مش فاضيه. الراجل زمان على وصول عشان الحق احضره العشاء. كتر خيرك. سلام. سلام يا حبيبتي. الراجل ده ما بيشغلش لحد مبلغ اقل من 5000 جنيه بس. انا اصارح اختي صبرا بالموضوع وافهمها على كل حاجه واستلف منها مبلغ من فلوس الجمعيه. معقوله دي ما صدقت تتحصل عليهم واكيد مش هتوافق. ما هي ما تعرفش الخير اللي مستنيها اول كل شهر لو عملت كده. بس انا عارف وحرام عليا لو سبتها تضيع الفرصه من ايدينا. انا هاخدهم واللي يحصل يحصل. سامحنا يا رب. ولما يهل علينا الشهر الجديد بالمكاسب ساعتها يعرفوا اني عملت كده عشان مصلحتهم كلهم. اه والله كلهم. هيا يا امير ما قلتليش يا حبيبي ناوي على ايه بقى؟ ناوي على ايه في ايه يا ماما؟ في ايه؟ انت دلوقتي باسم المسيح اخدت الدكتوراه والف جهه دوليه تتمنى انك تشتغل معاه. مش ناوي تبص على نفسك شويه بقى؟ وانا هبص على نفسي اكتر من كده؟ ما انت قلت الكلام كله. انا شغال على نفسي كويس. ايوه يا حبيبي بس انت ناسي اهم حاجه. وايه هي اهم حاجه؟ الجواز. يا حبيبي انت بقيتش صغير ومن حقك يبقى لك عيل وانا كمان من حقي يبقى لي حفيد. بص يا ماما انا جربت حظي قبل كده في موضوع الجواز ده ومن الواضح ان انا ماليش فيه. بس عليك يا امير انت بتقارن ايه بايه بس؟ التانية كانت أمريكانية يا حبيبي، يعني لا طبعها زي طبعنا، ولا أفكارها زي أفكارنا، وده كان السبب الأساسي في إن أنتوا فصلتوا عن بعض. طب أنتِ شايفة إيه؟ يا حبيبي أنا شايفة إن أنت تدور على واحدة زينا، مننا، تفهمك وتقدرك وتريحك. هو كلامك موزون.
خلاص يا ستي دوري لي على عروسه. بجد من بكره هيكون عندك دسته عرايس. شويه دسته وفعلا شويه. هو انت اي حد يا حبيبي؟ ده انت امير يعقوب على سن وروح. انت اللي جميله يا قمر. يا حبيبي. الو الله يسلمك. مين يا ابن اللذينة؟ جناب الباشا شخصيا بيتصل بيا. وحشتني جدا يا سيف. اخبارك ايه؟ لسه واصل من يومين يا سيدي. الله يسلمك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ اخبار الشله كلها ايه؟ طمني عليكم. هايل. يا ريت. خلاص ظبط معاهم ميعاد ونقعد قعده من بتوع زمان. ماشي اتفقنا. الله يسلمك يا حبيبي. يلا سي يو باي باي. يا بنات يلا يا بنات، المحلات قربت تقفل. ايوه يا ماما احنا خلاص جاهزين اهو. يلا يا حبيبتي. استنى يا بطه. خد يا بنتي هاتي كل اللي نفسك فيه، ما تحرميش نفسك من حاجه، انت عروسه. ربنا يخليك لينا يابا وما يحرمناش منك ابدا، ده احنا عايشين على حسك في الدنيا. ايه يا حاج امين انت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا انا عندي مشوار تاني هقضيه، هخش اغير هدوم وانزل بعديكم. اتفضلوا. سيبيه على راحته، طريقه غير طريقنا. يلا يا بنات. بعدين ايه يا عم المكان القباه اللي انت جبنا فيه ده؟ هو انت شويه عندينا ولا ايه يا عم امين؟ وبعدين ده ما هيكونش اخر تعامل بيننا، فانت من هنا ورايح لازم تدلع نفسك. ايه تدلع نفسك دي؟ ايه؟ وهتكون فاكر ان انا اللي هدفع الحساب. لا ما تخافش، اي حساب واي طلبات عندي. مهم جبت بقيه المصلحه؟ ايوه. امال ايه؟ 10,000 جنيه ورق متينات يذبح رقبه الحمامه. عيل جبت الترخيص؟ جبته. امال ايه؟ اهو ادي الترخيص اهو. ها هتختمه لنا بكره زي ما اتفقنا. وبكره ليه؟ ما دام انت حليت لي بقى ايه، يبقى انا كمان لازم افرقعك. انا جبت الخدمه معايا. الله عليك الله عليك يا امين يا مترتب، والله العظيم انت راجل 10 على 10. انا طول عمري احب النظام. اه وعلي بوسه كمان. الف مبروك. ها قلتي ايه؟ سوري مش هقدر. ليه بس؟ عشان انا قايله لك اني ناويه هاجر وفاضل لي شويه شغل هخلصه واخد فلوس وهسافر على طول. يا ستي وماله؟ وانتي بتخلصي الشغل ده خلصي كمان ديكورات العياده بتاعتي، ولا هتسيبيني اتلطم في وسط مهندسين الديكور وانتي موجوده؟
طبعا لو كنت موجوده محدش غيري كان هيعملها لك، بس انا خلاص مسافره ومش مستعده اخد شغل جديد. يا ناسي ده شغل صغير، هو انا بقول لك اعملي لي حمام سباحه ولا جاكوزي؟ دي عياده. ما تعودتش افرق بين شغل وشغل، يعني انا لو قبلت العياده بتاعتك هتعامل معاها لانها فيلا كبيره وهديها كل وقتي، وانا بجد مزنوقه في الوقت. ام سوري يا امير. مش عارف اقول لك ايه، انا دايما حظي كده، دايما اجي في الوقت الغلط. مبروك فرحان. ها لا 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 سجاير، لا احنا اتفقنا ياخد بطه مفيش سجاير، مش هيلمسها خالص. هنتكلم في ده، هنتكلم. ولا رجع الجهاز؟ لا لا يا عم رجع السيجاره. حلو. الف مبروك يا عريس. أوه. الف مبروك يا بطه، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يبارك فيكي. عقبالك يا هاني. والله كبرتي يا بطه وبقيتي عروسه. عقبال ما اجيب جهاز ولادك يا رب. عقبالك يا ادم. ان شاء الله قريب. ده بيت امين عبد الحي سلامه؟ ايوه يا باشا. بيقولوا قبض على أم عمين في رشوة، وكمان إيه جايين يكبسوا عليه عشان يظبطوا الفلوس اللي قبضها. كلام إيه اللي بتقوله ده يا ديس؟ حرام عليك يا جدع، عم عمين طول عمره راجل نضيف وسمعته زي الجنيه الذهب. نضيف؟ مش أنا اللي بقول يا سيمينة، الحكومة اللي بتقول، ولو مش مصدقني روح اسألهم. هدي آخر المشي العوج والقبض قبل إيد الشمال، ده بكرة تبقى فضيحتهم بجلاجل. فضيحة بس؟ دي فضيحة بريحة، واللي ما شمش الخبر بكرة هيشم. وريحته ومنتنا تبقى في كل مكان. هحمدك يا رب، ده ربنا خلص لك يا ولا طارق يا حبيبي. حبيبتي ياما. ما تطلع ياض بقى بنت انتي. متقلقوش ان شاء الله خير. بعدين ان شاء الله هيطلع صوت فاهم وهنمشي كلنا مع بعض. بس بنت. بقول لك يا طه. ايه يا تاخد اخواتي تروحهم والمره تقعد معاهم شويه وتجيب لي جاكيت وانت راجع. لا يا ادم انا مش همشي من هنا لما تطمن على ابوك. انا مش هسيبك. لا يا ادم خلاص انا مش هسيبك. شو عم نعمل يا اخي؟ كلها راحت مع بعض. ما تعملش صوت عشان ما حدش يجي يزعلنا ومشينا. اهدوا كده بقى باذن الله خير. ادم انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ انت عندك حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، انا ابويا بيحققوا معايا في مشكله كده. بيحققوا معايا في ايه؟ حاجه كده يعني ان شاء الله خير. طب يا ده انا كده كده داخله للمأمور، اديني اسمه باباك بالكامل وانا هحاول افهم منه ايه الموضوع. انت تعرفي المأمور؟ لا داخله له في حاجه لازم اخلصها معاه. طب والنبي عليا لا تقفي جنبي، انت عارفه انا ما عنديش واسطه ولا اعرف اي حد. تكلميه كده ولا تقولي له اي حاجه؟ ما تقلقش يا ادم، قول لي بس اسمه باباك بالكامل ايه؟ امين عبد الحي. طب اهدى واستناني هنا وانا راجع لك على طول. انت متهم بتقاضي رشوه والتربح من خلال وظيفتك الحكوميه يا سيد امين. انا غلبان يا سعاده البيت. انت متصور صوت وصوره وانت بتاخد بقيه المبلغ، يعني القضيه لابساك لابساك، مفيش داعي للانكار. اخدت الرشوه ولا لا؟ غصب عني يا سعاده البيت، والله غصب عني. الدنيا كانت ملطشه معايا ومش عارف اعيش، كنت مضطر والمضطر بيركب الصعب. مفيش أصعب من فساد الذمم والأخلاق، ولا إيه يا سيد أمين؟ عارف، عارف والله يا سعادة البيه. أنا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري
وراضي باللي بيبعته ربنا، بس مش ذنبي انا ترس في مكنه دي والمكنه كلها مصديه، يعني كان لازم الصدى يطلني. ساعه البنت لو حطيت تفاحه بايظه جوه قفص تفاح سليم القفص كله هيبوظ ويعفن. شوفوا مين اللي ساب التفاح البايظ جوه القفص لغايه القفص كله ما باظ. يعني انت معترف انك اخدت الرشوه؟ وانا الواحد اللي باخد يا سعاده البيه؟ ما البلد كلها بتاخد، من كبيرها لصغيرها بياخد، الكل فاتح الدرج ومستني السبوبه اللي هيرميها له صاحب المصلحه. هو في حد عايش على مرتبه النهارده؟ قبل ما تحاسبونا احنا بيه حاسبوا الكبار، الكبار اللي باعونا برخص التراب خدوا عمولات بالملايين. ولا هو الغلبان في البلد ده مالوش ظهر؟ هو اللي لازم ينضرب على بطنه لحد ما يموت. ما تكتبش الكلام ده يا ابني. عم امين حاسب على كلامك قبل ما تلبس قضيه تانيه غير قضيه الرشوه. ما عادش تفرق معايا يا بيه، انا خلاص رايح في داهيه رايح في داهيه. ازاي عليك النبي، دوروا على راس التعبان واقطعوها، دوروا على الكبار اللي خدوا رموس من قدامنا وسابونا نسال الله في حق الرغيف الحاف مش لاقيينه، دوروا عليهم وخلصوا البلد منهم عشان الغلابه اللي زي حالتنا احنا يعرفوا يعيشوا. والله العظيم لو مسكتوا دلوقتي انا اروحكم. فيه اسكتوا بقى يا جماعه. ايه ده يا ده؟ قلبي معاكي يا بطه، قلبي معاكي يا ساميه. شفت بختنا ما اعرفش ماله يا هلا. تعرفيش امي عامله ايه دلوقتي؟ جبنا لها دكتور وان شاء الله تبقى كويسه. اطمن يا ابني، زمان ام نضال قاعده معاها دلوقتي. قولوا لي عم امين عامل ايه؟ ولا حد عارف اي حاجه. استرها يا رب، كنت مستخبينا فين ده كله يا ربي. اهدي بس اهدي، ما تعمليش في نفسك كده يا بطه. انا ازاي بس عارفه هنلاقيها منين ولا منين؟ اطمنوا، عم امين طول عمره راجل شريف واكيد بريء ومتهمينه غلط. انا قلت كده برضه، ابوك طول عمره راجل محترم لا يمكن يعمل كده. مرزوق ايه؟ ايه اللي حصل يا مرزوق؟ ابوك لابس قضية رشوة. ايه؟ يا لهوي رشوة؟ رشوة ازاي يعني؟ قلبي معاك مش مسكون متلبس؟ متلبس؟ متلبس ازاي يا مرزوق؟ متلبس ازاي؟ يابا انا اخترتكم انتوا الاثنين للمهمه دي عشان اعرف كفايتكم رغم الاختلاف في ارائكم، بس انا عندي احساس انكم في القضيه دي ممكن تكملوا بعض. في مجموعه من شباب المدونات عاملين دعوه لمظاهره يوم الخميس، انا عايزكم ترصدوا العقول المدبره وتعرفوا مين اللي وراهم وايه الاجنده بتاعتهم، وده يكون في اسرع وقت. انا مش عايزكم تختلفوا، انا عايزكم تتحدوا عشان نوصل لهدفنا. تمام سعادتك، تحت امر معاليك. اهدى يا بطل، شده وزول ان شاء الله. ابويا راح، ابويا راح يا مرزوق. بس بس بابا في يلا اتحرك من الدهب. تولي جابكم جاي نطمن عليك يا بابا. ربنا يكون في عونك يابا. في ايه يابا؟ ايه اللي حصل؟ ربنا يكون في عونك. ما تقلقش يابا، ان شاء الله الحق هيبان ويعرفوا انك مظلوم، انت ما عملتش حاجه يابا صح؟ خلي بالك من امك واخواتك يا ادم، انت دلوقتي كبير البيت. يلا يا متهم. معلش يا ابني، انا عملت كده غصب عني. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، فلوس الجمعية راحت فين؟
فلوس الجمعية راحت فين؟ ازاي؟ يما ما لسه البوليس جاي واخدها. لا يا حبيبتي، الفلوس اللي جه خدها البوليس دي فلوس رشوة ابوكي كان واخدها. يعني انت يما كنت عارفة ان ابويا واخد رشوة؟ يما نصحته، سد ودانه، ما سمعش غير شيطانه. اعمل ايه؟ ضيع نفسه وضيعنا معاه. لا لا، انا مش مصدقة، ابويا ما يعملش كده. ابوكي جري ورا الفلوس، وكل ده عشانك انت يا بطة، بدل ما يستورك فضحنا. ابويا اللي بيضربوا به المثل في التدين يعمل كده؟ عشان كده عايز اعرف فلوس الجمعيه راحت فين، مين اللي خدها. يا ام ما اعرفش، يا ام ما اعرفش. انت مين اللي خد الفلوس دي؟ مين اللي خدها؟ انت يا ام فعلا بتشك ان في حد في ولادك هو اللي واخد الفلوس؟ ليه لا، اذا كان ابوك اللي عشت معاه عمري كله خيب ظني، اشمعنى انتوا يعني؟ عشان احنا تربيتك يا ام وعارفه اخلاقنا كويس. بس الزمن ده بقى ما بقاش فيه امل لحد يا ادم، حتى احنا ولادك. سامحوني اذا كنت بقول كده، لكن انا عايز اعرف برضو الفلوس دي راحت فين. انطقوا، الفلوس دي راحت فين؟ الفلوس فين يا ادم؟ ادم شكرا يا ام شكرا. انا هاخد ابني واقعد عند حماتي طالما بتشكي فينا كلنا. صبرني يا رب، صبرني يا رب، يا رب صبرني يا ابني. دي امي، يعني لو اديتني بيت جزمه مش هبقى زعلان. انا بس صعبت عليا نفسي عشان سرقتني كده مع الهوجه، واللي صعب عليا اكتر هي عشان اتسرقت يعني وهي مش ناقصه. ادم انا ما بحبش اشوفك كده. شوف يا ابني انت محتاج كام وانا اديهم لك، احنا اخوات يعني مفيش بينا فرق. لا يا عم شكرا. خلاص يا عم الحسيس، ما تاخدهاش بقى على جوه. وبصراحه بقى انت اللي غلطان. غلطان في ايه؟ عشان لغايه دلوقتي قاعد معاهم في البيت، لازم تفش خلقها فيك. وبعدين يعني انت مش مكسوف على نفسك؟ شاب كده طويل عريضه حضرتك، بيشتغل وعنده مرتب، لسه قاعد معاهم بيعمل ايه؟ بتشوف لك يا ابني مكنه تروح تقعد فيها تريح نفسك وتريحهم. واهلي بقى مين ياخد باله منهم؟ يا سلام، يا عم يبقى زورهم، يبقى كلمهم في التليفون، ايه المشكله يعني؟ عارف يا كيمو، الناس اللي زينا ما يعرفوش يعيشوا غير وهم مع بعض. زي ما تقول كده بيدفوا بعض، اللمة حلوة يعني. وتعرف ما نعرفش ننبسط لو احنا مش مع بعض، تعودنا يعني. عادة نيلة، يعني انتوا بيتكوا صغير غاويين تكون فوق بعض ليه يعني؟ يا كيمو هو مزاجنا يا سيدي. انا مقصودش، بس اللي عايز اقوله لك ان العيل من دول في بلاد بره، ها 16 سنة بيسيب اهله وبيشتغل وبيقعد لوحده وبيصرف على صاحبته كمان. إلا قولي، أنت أبوك بيصرف عليك؟ أه بيصرف طبعا، ربنا يديله الصحة. طب بقولك إيه؟ قوم خش بقى نام في أي أوضة زي ما أنت عايز. أنام؟ تفتكر هعرف أنام؟ بصراحة الموقف مؤثر جدا يعني، بس أنا مش قادر أتحمل برنامج حياتي ده أكتر من كده، فأرجوك سيبني أشرب السيجارة وخش أقعد عيط لوحدك عشان أنت مزودها بزيادة. بزيادة؟ ماشي يا عم. ما هو اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في دوره المايه. حلوه دي، حلوه. بقول لك ايه، قوم خد لك دش بقى عشان طلبت اكل. هنا بتتصل. يا هنا يا هنا. ايوه هنا. ايوه يا عم. ايوه هنا. ايوه يا سيد. ايوه حبيبي. ايه يا حياتي. سلام يا هنا. انا عرفت انك خرجت من البيت مخنوق، كنت هتدن عايزه اطمن عليك باي شكل. أنا فعلاً مخنوق خانقة ما يعلم بيها إلا ربنا. عارفة؟ لولا إن أنتي اللي كلمتيني ما كنتش أخدت عطرة البيت ده. أنا زعلان أوي هنا. زعلان من البيت كله. وزعلان على البيت كله. معلش، ما تزعلش يا آدم. إحساس إنك زعلان كان مخليني مش عارفة أنام. قلت يا بت يا هنا مش هتنامي غير لما تشوفيه. هنا انت كده بتصعبي عليا الامور قوي. امور ايه تاني؟ ظروفي ملخبطه، قضيه ابويا، فلوس الجمعيه اللي اتسرقت. انت عارفه كل الحاجات دي لو ما اتسددتش ايه اللي هيحصل؟ مش بعيد امي تحصل ابويا وتسجن هي كمان. كفايه منظرنا اللي بقى زي الزفت في الحته كلها. يا ادم الحاجات دي ممكن تحصل لاي حد. اي حد ايه يا هنا؟ انت بتقول اي كلام وخلاص. اي حد ابوه مسجون في قضيه رشوه مش يمكن يحققه معايا ويطلع بريء؟ وممكن ما يطلعش بريء. ساعتها هنروح فين بقى انا وامي واخواتي؟ ولا ابوكي
رد فعله بقى وانت داخله له بعريس ابوه مسجون في قضيه رشوه. انا اللي هتجوزك مش ابويا. وبعدين انت ليه محسسني ان ابويا وابوك ما يعرفوش بعض؟ بص يا ادم، كون ان عم امين غلط ده ما يمنعش انكم ناس طيبين قوي. طيبين؟ ده انا نفسي بدات اشك فينا، مش عايزه الناس بقى تظن فينا. ده رايك وانت حر فيه، انما انا مش هسيبك ابدا وهفضل جنبك عشان انا عارفه انك جدع، وده اهم حاجه في الموضوع عندي. يا هنا انا عليا حمل كبير وانت كده بتزوديه. ارمي حمولك عليا. انا مقدر احساسك ناحيتي، بس انا مش عايزك تغرقي معايا في بحر مشاكلي. هنا انا شايف ان احنا ما نكملش. انا هعتبر ان انت ما قلتش الكلام ده عشان انا مقدره التعب اللي انت فيه. بص انا مش عارف اقول لك ايه، بس كل لازم المعلومات بتقول ان طاهر ومجموعته بيتقابلوا بصفه شبه يوميه في شقه واحد صاحبه. اسمه ايه صاحبهم ده؟ اسمه كريم كارم ابو المكارم، وساكن في 19 شارع منصور محمد في الزمالك. كريم الواد ده له ملف عندنا يا هشام؟ لا يا باشا، الواد ده اسمه ما وردش في ملفاتنا قبل كده. واضح كده يا باشا ان هو جديد في الحكايه. يمكن يكون قديم بس حويت وحذر. على كل حال العيال دي اتحط تحت المراقبه، واول ما يتجمعوا يتلموا ويجوا لي زياره. تمام سعادتك. انت يا عامر، انت اللي خدت الفلوس؟ ايوه انا اللي خدتهم، بس انا خدتهم عشان مصلحتكم كلكم. مصلحتنا كلنا؟ تسرقنا وتشككنا في بعض كلنا وتقول مصلحتنا كلنا؟ ما سرقتهمش يا ادم، ما سرقتهمش. انا كنت واخدهم منكم بغرض السلفه مش اكتر، وهرجعهم تاني، بس قلت استثمرهم مع واحد زميلي في الشغل اللي بيتاجر في كروت شحن الموبايل، وقال لي هرجعهم لك اخر الشهر ال 10,000 بتوعك وزياده عليهم المكسب، والمكسب كان ليكوا كلكوا. طب ليه ما قلتليش بدل ما تاخدهم من ورايا؟ خفت يا صبرا، خفت فتحك في الموضوع ده تحجر دماغك وتوقفيه للمصلحه. تقوم تعمل كده؟ صدقوني كان غرضي شريف وضميري بيأنبني، عشان كده انا صرحتكم بالحقيقه. الراجل فعلا هيديني ال 10,000 جنيه بتوعي وفوقيهم المكسب. ما تقلقيش يا بطل، جهازك هيكون موجود، اطمني، ما تقلقيش خالص. Try not to think of it in terms of writing. She is a guide now. She can help you to find the path. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير يا حبيبتي. تأخرتي كده ليه نانسي؟ معلش يا ماما، أصلي كنت بستلم الفيزا وفاضل لي شوية حاجات صغيرة كده في شغلي أخلصها وأحدد ميعاد السفر. برضو عملت اللي في دماغك؟ سامحوني يا جماعة، أنا مش قادرة أقعد هنا، مش قادرة. جورج، هتسيبها تعمل اللي في دماغها؟ وإحنا في إيدنا إيه نعمله؟ ما هو على يدك. حاولت معاها أكتر من مرة تخرج فكرة السفر دي من دماغها، ما فيش فايدة. بس كده هنفقدها زي ما فقدنا شريف ابننا قبلها. لا شريف احنا دلعناه شوية زيادة، لكن نانسي ما تقلقيش عليها. الغربة بتغير الناس يا جورج. مش كل الناس يا سيسيل، أنا زرعت جوه نانسي حاجات حلوة كتير، ومهما راحت ولا جت ولا سافرت حتى هتكتشف في أي حتة إن ملهاش جذور وهتضطر ترجع تاني. وفرد ما رجعتش يا جورج؟ صدقيني هترجع، دي بنتي وأنا عارفها. طب شريف ابننا برضه يا جورج، ليه راح وما رجعش؟ شريف طايش، ولد طايش والسكينه سرقاه، لكن بكره لما يكبر ويعقل اكيد هيرجع تاني. بس نانسي بنت، ووجود بنت في الغربه شيء صعب. صعب لما تكون مش متربيه، لكن نانسي جدعه وبميت راجل كمان. انا مش فاهمه انت ازاي هاجي ومطمن كده؟ لاني زرعت جواها الصح، واللي يزرع الصح أكيد هيجني صح. عشان تعرفوا إن أنا كان عندي حق لما رفضت الواد الصايع ده. يا بابا آدم ملوش ذنب، مش معنى إن أبوه غلط يبقى ناخده بذنبه. عيلة واحدة بيورثوا لبعض الخسة وقلة الأصل. يا بابا بلا بابا بلا ماما، ولعلمكم
حسكوا عينكوا ألاقي واحدة فيكوا لسانها بيجي على لسان الناس ده. يا ساتر، ده بدل ما تقف معهم في زنقتهم، دول مهما كان جيراننا والنبي وصى على سابع جار. لما يكونوا محترمين أصلا مش سوابق، وهي كلمة واحدة، مش عايز واحدة فيكوا لسانها يجي على لسان صبرة هي ولا أولادها. واللي هتعمل كده شوف هيحصل لها ايه. بس بقى يا بابا. ولا بس ولا ما بسش، هي كلمه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايه رايك بقى يا شلانز في الديكور والاجواء والبوسترات الجديده؟ جيفارا ده مثل الاعلى يا عم، ده مفيش غير جيفارا هنا، ما اعرفش غيره ولا ايه؟ عشان نعيش ثوريه بلا حدود. اتفضلوا عد. بس ايه اللي حصل يا كيمو؟ انا اول مره اعرف انك ثوراجي كده. والله طاهر انا اول مره اكتشف كده في نفسي. ايه اللي حصل؟ صحيت من النوم لقيت نفسك كده ولا ايه؟ يعني هي حاجه شبه كده. المهم بقول لكم ايه؟ ايه يعني؟ عايزكم تشحنوني. نشحنك؟ ازاي يعني؟ عبيط ده ولا ايه؟ يعني عايزكم كده تحفظوا لي كام جمله من الجمل المجعلصه اللي انتوا بتقولوها دي، اللي ما حدش بيفهم منها حاجه، محتاج اعمل بيها شغل. شغل؟ شغل ازاي يعني؟ اصل انا بصراحه في بنت معجب بيها قوي، البنت دي ثوريه كده شبهكم يعني. صحفيه بقى ولندة جدا جدا جدا، وعايز يعني يخش لها بحوار. فكها بقى يا ده، انت واد اتم. شايف انت بتقول ايه؟ شايف ليه بقى؟ تافه. مساء الخير يا كريم بيه. ازيك يا استاذ طاهر؟ حاج محسن. مساء النور يا فندم، مين حضرتك؟ امن دوله. امن دوله ليه؟ ليه؟ جايب لي الحبايب كلهم على الحيطه وعامل لي تنظيم سري وتقول لي امن دوله ليه؟ يا فندم حضرتك فاهم غلط خالص. فاهم غلط؟ وايه ده؟ ما شاء الله، حشيش وخمره ومزه. هاتوهم. على فين يا فندم؟ هناك هتعرف. يا فندم هناك فين؟ حاسس بايدك انا. يلا. ايوه يا عليا، بس دي قضيه فساد كبيره. لو حضرتك وافقت عليها هننفرد بنشرها. طب ومين اطرافها؟ الوزير سعيد سليمان ورجل الاعمال منيب راشد منيب. بتقولي ايه؟ رجل الاعمال منيب راشد منيب؟ مش ده يبقى والدي؟ عليا هتكشف ابوكي وتشوف ضحيه قدام الراي العام. عمري ما حسيت ان ابويا غير وانا بشوف اسمه ولا بطاقتي، مش طالعه له في اي حاجه، لا شكل ولا طباع، عكس اختي اللي طالعه له في حاجات كتير قوي. للدرجه دي يا عليا؟ سابنا واحنا صغيرين وراح اتجوز على مننا واحده غنيه عشان خاطر الفلوس. الرابط الوحيد اللي كان بيننا وبينه الفلوس. عمره ما حسسته. وطبعا جات لك الفرصه عشان تردي له كل اللي فات. لا، الموضوع مش انتقام، على عيني اللي انا بعمله معايا، بس لا تربيتي ولا اخلاقي تسمح لي ان انا اشوف فساد واسكت عليه، حتى لو اللي عمل الفساد ده ابويا. بس يا عليا دي قضيه لو صحت اتهاماتك فيها ابوكي هيتسجن. عارفه وخايفه قوي من اليوم ده، بس لو سكت ودريت عليه هسقط قدام نفسي، وانا الموت عندي اهون ان انا اعيش وانا مش محترمه نفسي. ايوه بس انت يا بنتي كده هتخسري ابوكي. هو اللي قرر يخسر، مش من النهارده، من زمان. وانا مش مستعده اخون شرف مهنتي عشان خاطر اي حد. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، قول ان حضرتك موافق على النشر. موافق طبعا، دي قضيه هتقلب الدنيا وهتحقق توزيع كبير للجريدة. دي صوره من العقد اللي تم التوقيع بينه وبين الوزير، واللي الوزارة رست فيه المناقصة على ابويا بعد ما ابن الوزير دخل بحصة قيمتها 5 مليون جنيه. ولاد الحرامية. طيب عموما سيبيلي العقد ده. عليا انا عايز حاجة منك. اتفضل. في زميل جديد هنا معانا في الجريدة مقطوع من شجرة، اسمه طاهر عبد الظاهر. عارفة يا فندم، ده زميلي في الكلية وشاعر موهوب قوي. معلوماتنا بتقول ان امن الدولة قبضوا عليه في ظروف غامضة، عايزينك تحققي في الموضوع وتعرفي لنا ايه الاسباب. طلعت ملف عباد الشمس اللي عندك يا اخي اللي فوق. اسامه الحمد لله على السلامه. انا استنيك من بدري. ايه الاخبار؟ فين الارباح؟ مالك في ايه؟ في ايه يا ابني؟ طمنا عليك، بتعطل ايه؟ انت انا في ايه؟ انا انت بومه ونحس، ويا ريتني لا عرفتك ولا شغلت معايا فلوس ولا قلت لك على حاجه ولا شفتك اصلا يا اخي. ليه يا ابني؟ ليه يا اسامه؟ انا عملت لك حاجه؟ الراجل يا سيدي، الراجل هرب بفلوسنا، هرب بفلوسنا والبوليس بيدور عليه. وخد اهو. اخد ايه؟ شوفه. هشوف انا مالي ومال الكلام ده؟ يا
يعني انا اتنصب عليا ولا ايه؟ يا عوض علينا ربنا كلنا كده. اقعد تعالى. بص يا بابا، الراجل نصب علينا كلنا. يا لهوي، نصب علينا. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ نصب علينا والبوليس بيدور عليه. انت اللي حرامي. ولا حرامي ولا حاجه. انت اللي حرامي. الله يا طارق، انا بكلمك لمصلحتك عشان ما تتاذيش. ليه؟ خايف عليها قوي؟ وليه لا؟ مش انت ابن بلدي وزي اخويا؟ يا طارق، في كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش. باشا نورة، عامل ايه؟ نورة حبيبي. ايه يا دمبي؟ لسه مش عاوز يعترف يا باشا. اعترف حبيبي، قد تربية ايدي، اجدع واد في اصحابه. شكلك كده هتعرفنا. انا انت ايه، ما حرمتش من المره اللي فاتت ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجه غير اني عبرت عن رايي. ورايك ده راح امك شويه، ده مصيبه عليك وعلى اللي جابك. ليه؟ واللي يقول حق في الزمن ده يبقى عمل مصيبه؟ يعني بتعترف ان انت واللي معاك نظمتوا الوقفه الاحتجاجيه؟ ايوه، احنا نظمنا الوقفه الاحتجاجيه، وده من ابسط حقوقنا. ومن ابسط حقوقك برضه يا روح امك انك تحرق وتدمر في البلد. انا ولا دمرت ولا حرقت، انا قلت كلمه الحق بقى على حسي وبس. الواد ده كويس وبيحب مصر، انا فخور بيك يا طاهر، عشان كده تريك عندي بوسه. ايه يا كراميل؟ ايه يا بنت مالك احلويتي واتدورتي كده ليه؟ يا بنت غيرتي لون شعرك من غير ما تقولي لي ولا ايه؟ الله، لسه برضه مصر على الانكار؟ يا فندم والله العظيم، والله العظيم ثلاثة انا ما اعرف حاجة عن النضال ده اساسا. امال يا بنت كانوا بيجوا عندك الشقة بيعملوا ايه؟ ها؟ فندم والله العظيم دول زملاء معايا في الكلية، وما كنتش اعرف ان هم نايلين قوي كده. نايلين؟ يا وحشة، هما برضه اللي نايلين؟ طب هما منايلين. انت تبقى ايه بقى؟ انا مدمن مخدرات، وبتاع نسوان، وبتاع كاس يا فندم، ولو حضرتك حللت لي هتلاقي دايما كله مخدرات، ولو مش مصدقني كمان موبايلي كله نسوان مسجلة أداب يا فندم. حد يعمل كده برضه؟ تبني ايه؟ ما بتصليش ولا ايه؟ ولا عمري ركعتها يا فندم. للدرجة دي؟ يا فندم اكتر من كده، انا اضيع من الضياع، صدقني صدقني انا اضيع من الضياع ومفيش مني فايده. طالما انت اضيع من الضياع يبقى انا فخور بيك يا كريم. ربنا يخليك. عشان كده بقى مش هديك بوسه، ده انا هدي لك حضن كبير من عمه. عندك في البيت بيعملوا ايه يا بنت؟ والله يا فندم مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ والله يا فندم معرفش اصلا. راحت الفلوس، راحت الفلوس وراحت معاها كل احلامي. على حظ المهبب انا، على حظي انا، الراجل المره دي قرر انه ينصب على الناس وعليا انا واخد الفلوس ويكت بيها. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. كان مستخبينا ده كله فين بس يا ربي؟ يعني ايه؟ يعني فلوس جهازي راحت؟ ده من طمعك وجشعك وقلة اخلاقك. حقك عليا صبر، اعملي فيها اللي انت عاوزاه. ان شاء الله تضربيني بالجزمه اللي في رجليكي، ان شاء الله تموتيني. حد هو موتك هيرجع الفلوس يا خال؟ ولا هيخلي امي تسد فلوس الجمعيه عشان ما تتحبس؟ انا مستعد اتحبس مكانك يا صبر، اروح واعترف واقول انا اللي سرقت الفلوس واتحبس مكانك. طب هم اغربوا ممكن يدخلوني السجن، لكن انت اخويا يا عامر اذيك ازاي بس؟ كفايه يا صبري، كفايه عشان خاطرك. كلامك ده وطيبه قلبك دي هتموتني. صبري اضربيني بالجزمه اللي في رجلك، موتيني، اعملي اللي انت عاوزاه. حقك عليا يا صبري. يا رب يا رب شيل الغمه دي يا رب. يا رب كان مستخبينا فين بس يا رب؟ يا رب منك بالله يا شيخ.
منك لله، استغفرك واتوب اليك يا رب يا رب. انا غلطان فعلا، غلطان. ادم رد عليا عشان خاطر، رد عليا وريحني، اتكلم وقول اي حاجه. ادم انت لما اتكلمتش انا هقوم اولع في نفسي.